السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأكارم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من حياة طيبة. فن كسب الآخرين، يسعى كثير من الناس لكي يكسب الآخرين بأشياء ربما لا تليق به كمسلم، يليق ما وجهه حتى يكسب الآخرين بتقديم بعض التنازلات، ربما تكون في دينه، ربما تكون في وطنه، ربما تكون في أرضه كمسلم، ويسعى البعض الآخر بتقديم تنازلات أقل شأنا من هذا الذي ذكر، ما يسمى بإذابة الجليد أو بمصطلحنا السوداني كسرتلي. هل هذه وسائل صحيحة لنكسب بها الآخرين؟ هناك من يريد أن يكسب الآخرين لكي يصل إلى جاه أو إلى منصب معين أو إلى مكانة معينة بتقديم كذلك بعض التنازلات، ولكن تبقى هذه المهارة يتعلمها كثير من الناس وربما يكون فيها شيء من الفطرة. احنا ان شاء الله في عدد من المحاور في هذه الحلقة سنتطرق الى فن كسب الاخرين في عدد من النقاط بصحبة الدكتور ايمن الشيخ جمعة مستهل، استاذ الثقافة الاسلامية بجامعة الخرطوم، وكذلك استشاري التخطيط الاستراتيجي الشخصي. اسعد جدا بمشاركة كل الاحباب المشاهدين في هذه الحلقة من خلال الجسور المختلفة، من خلال ارقام الهواتف التي تظهر اسفل الشاشة، وكذلك عبر صفحتنا على فيسبوك برنامج حياة طيبة، وكذلك عبر رقم الواتس. بداية مرحبا بك يا دكتور أيمن ومساك سعيد. وفن كسب الآخرين هذا الفن الذي يجب أن يتعلم. أكيد بلا شك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بك أخي يوسف وبالإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، ونحن نواصل في حديثنا وكلامنا حول فن كسب الآخرين أو فن كسب قلوب الآخرين. ولا شك أنه حديث شيق وجميل وممتع، وبيدينا مجموعة من التقنيات البسيطة الممكن تساعد الإنسان إن شاء الله تعالى في أنه يكسب الآخرين. أستاذ سعيد، دكتور أيمن، واعتدنا في هذه الحلقات بعدما صدر ذاك القرار من قبل الأمريكان بأنه القدس عاصمة لإسرائيل، وربما يسعى البعض لتبرير هذا الموقف بخلافات مع أشخاص أو دول معينة، وربما هناك من سكت ولم يدين ولم يتحدث عن هذا خوفا على مكانه أو منصبه أو غيره من هذه الأشياء. هل يدخل هذا تحت هذه المهارة؟ في ناس يعني دارين يكسبوا الآخرين ودهم ويتجملوا أمامهم حتى يصلوا إلى مطامع. بلا شك. نعم. حقيقة بما أنه دي مناسبة يعني متاحة أمامنا للحديث في الموضوع، نحن حقيقة في ملاحظة مهمة جدا لازم تكون في أذهاننا، وهي من أنا أتوقع أنا من المهارات التي استعملت في هذا الحدث. نعم. الحدث اسمه شنو يا أستاذ يوسف؟ اسمه الخلاف في قضية أن تكون القدس هي عاصمة لما يسمى بدولة إسرائيل. أنت عارف المشكلة كلها في الموضوع شنو؟ المشكلة أنه بقى التفكير في القضية دي اللي هي القدس عاصمة لإسرائيل ولا تفضل تل أبيب هي العاصمة لإسرائيل. الناس من غير ما تشعر وجدت نفسها انتقلت إلى مرحلة في هل العاصمة إسرائيل هي القدس؟ الكلام ده على فكرة من غير ما نشعر أدى الناس كل إيحاء أنه أصلا موضوع وجود ما يسمى بدولة إسرائيل كأنه ده موضوع خلاص انتهى، ثبت يعني إسرائيل ثبتت. بيجي الخلاف يا ربي القدس تل أبيب، تل أبيب القدس، إسرائيل دي العاصمة تبقى شنو؟ لاحظ لاحظ أنت السحبة اللي حصلت، السحبة النوع ما ممكن نسميها إعلامية سياسية إلى آخره، أنه دي عبارة عن ودفن للأسف من الفنون اللي استعملت بالطريقة دي. صحيح. اللي هي صرف الانتباه. أن إحنا أصلا عندنا قضية كدول في عالم عربي وعالم إسلامي أن لا نعترف بما يسمى بالكيان الصهيوني أو إسرائيل، وأن نسميه العدو الإسرائيلي، تمام؟ نعم. ولا نعترف بأنه عنده دولة. شوف المهارة في 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 كسب الموقف كيف؟ أنه طلعتنا من حكاية هل إسرائيل في ولا ما في؟ هل في دولة اسمها إسرائيل؟ لدرجة أنه وصلنا للمرحلة الثانية. العاصمة حقتها تبقى شنو؟ كأنه نحن استسلمنا للمرحلة الأولى للأسف الشديد. فهذه برضو من الأشياء الخطيرة جدا لازم أي شخص ينتبه لها انتباها جيدا. هي نقلة المعركة الآن كما ذكرت أنت دكتور أيمن من ساحة إلى ساحة، وهذه المسألة نشأت في يعني منذ القرن الماضي في حكاية تغييب العقول. صحيح. أنه تخلق جدلين تحصرهم في حتة معينة عشان تغيب هدف كبير انت دار تصل. بالضبط بالضبط. نعم. بالضبط. ودي من الاشكاليات الكبيره جدا، زي موضوع القدس. الان كثير من الناس بيشوف القبه الذهبيه بيظن انها هي هي المسجد الاقصى. نعم. ولا يعرف انه هي عباره عن مسجد قبه الصخره اللي هو جزء من محيط المسجد الاقصى. فدي كلها من صرف الانظار اللي لازم الانسان يضعه في ذهنه، والمؤمن الحصيف كما قال عمر رضي الله عنه: لست بالخب ولا الخب يخدعني، لست بالمخادع ولا المخادع يستطيع يعني تنطلي خداعه علي. نعم. الذين في هذه المقدمه دكتور ايمن
طالما انه نحن في هذا الوضع الذي يعني يشي بانه في الامه الاسلاميه الان هي احوج ما تكون للوحده، كيف نحن كزعماء مسلمين او كقاده مسلمين وشعوب يعني اسلاميه نكسب بعضنا البعض؟ صحيح، دائما كسب المعركه الداخليه يؤدي الى كسب المعركه الخارجيه. من الاشياء اللي عجبتني جدا في خطاب الاخوه الفلسطينيين في فلسطين انه قالوا نحن مفترض كده الموضوع ده كده يدينا وعي انه الخلاف الداخلي لازم ننتهي منه سريع، لانه نحن امام موجه خارجيه قويه في حكاية الخلاف الداخلي لازم ينتهي سريع. ليه؟ لأنه هي نفس القضية، انتقال من محور إلى محور آخر. نحن لو فضلنا في المشاكل الخلافات الموجودة بيننا نحن أبناء المسلمين بلا شك أنه ده حيضعفنا جدا، لكن إذا اجتمعت العصا فإن لا تتكسر بإذن الله تعالى. بالتأكيد. دكتور أيمن، لك التحية على هذه المقدمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلمشم المسلمين وأن يوحد كلمتنا ويجربنا يعني الشقاق. تحدثنا عن مهارات مختلفة، تحدثنا عن 11 مهارة، و هناك من المهارات الكثيرة إن شاء الله سنتحدث عنها في هذه الحلقة. عندنا واحدة من المهارات دكتور أيمن، مسألة الشخص يعني من باب أنك تطر له أنك أنت يا أخي محترمه، في حكاية السلام مثلا لو يسلم عليك وأنت قاعد، وإن كان المسألة فيها خلاف يعني في السنة وما أدرك من ذلك، لكن مجرد إحساس أنك أنت يعني محترم. نعم، من الأشياء اللي تكلموا عنها علماء النفس في قضية التوافق النفسي، قالوا أن التوافق النفسي حتى يتحقق بيشمل مجموعة من الأشياء، منها التوافق في الكلمات والتوافق في الحركات والتوافق في الإشارات، ومنها واحدة اللي تكلمت عنها أنت الآن اللي هي رقم 12 عندنا من وسائل كسب القلوب، اللي هي التوافق مع الطرف الآخر في حالة الجلوس أو الوقوف. بعض الناس بيستهين بها حقيقة، لكنها لها أثر كبير جدا. أستاذ يوسف، لو أنا بتكلم معك وأنا واقف وإنت مصر تكون قاعد، أنا ما قعدت معك ولا أنت وقفت لي، أنا أشعر أنه في حاجز بيني وبينك. والعكس، لو أنت جيتني وبتتكلم معي واقف وأنا استمريت قاعد، بيجيك نفس الشعور. أنت الموافقة في الحالتين أنه الطرفين يكونوا جالسين بيتكلموا مع بعض أو الطرفين يكونوا واقفين بيتكلموا مع بعض، ده فيه دلائل كثيرة جدا نفسية وعقلية قد ما يشعر بها الطرفين، لكن لو فعلا جربوا حيشعروا بها. أنت الآن عايز تتكلم مع طفل صغير، لاحظ لو تكلمت مع الشافع وأنت واقف بتفرق من لو نزلت على ركبك وقعدت جنبه أو قعدت زي قاعد نص القاعدة زي ما بقوله، بقيت في طول الشافع في طول الطفل وبدأت تتونس معه، إيك بتلاحظ فرق كبير جدا في اندماجه معك وفي ونسته معك. ليه؟ لأنه بقى في بينكم توافق حتى في الطول. نعم، فدي من الأشياء اللي بيتكلموا عنها علماء النفس كثيرا، اللي هي من وسائل كسب القلوب، الموافقة في قضية الجلوس أو قضية الوقوف بتدي إيحاء كبير جدا. ودي على فكرة حاجة حتى في السنة النبوية، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بالصحابة وهو قاعد والصحابة كانوا واقفين أشار إليهم أن يجلسوا، بعدين في آخر الحديث قال لهم إن كنتم لتفعلوا فعل فارس والروم يقفون على ملوكهم، لكن إذا صلى الإمام واقفا فصلوا وقوفا، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فدي فيها نوع من التربية، فيها نوع من التربية، فيها نوع من الاحترام. والرسول صلى الله عليه وسلم زي ما انت ذكرت في الحديث لما نهى انه زول يحب انه الناس يقفوا له في السلام، الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا امر بتعظيم الشخص الداخل، فلما دخل الصحابي الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابه معه قوموا الى سيدكم اقفوا سلموا عليه، فاحترام الداخل دي جزء من برضه من تعاليم الاسلام. عموما القضيه او النقطه دي هي قضيه توافق نفسي، فانا حريص انه انا اكون مع الزول الثاني في حاله مشابهه عشان نكون نفسيا اقرب لبعض. بالتاكيد دكتور ايمن، كذلك من الاشياء اللي يعني تجعل قلوب الاخرين سهل التواصل معها وممكن نصل الى كسبها مساله الهديه. نعم، مساله الهديه دي حلقه كامله تبارك كبير. الله، ايوه، الهديه موضوع كبير، والرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الامام البخاري في الادب المفرد، الرسول صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، اما معناها تهادوا والهدية حتكون سبب في المحبة، أو تهادوا واجعلوا هذه الهدية سبب في محبتكم لبعضكم البعض. ففي النهاية الهدية بغض النظر عن نوعها، الهدية هي تعبير عن مودة. أنا أستاذ يوسف وجيتك الليلة قلت لك يا أخي أنا جبت لك القلم ده هدية من غير أي مناسبة، أنت شعرت أو لم تشعر حيكون في عندك إحساس داخلي في أنه دكتور أيمن ده زول قريب مني، الدليل الهدية دي كسبتك أنا بمجرد شنو الهدية. فالهدية ليست المقصودة في قيمتها، وإنما الهدية هي في موضوعها، في أنه هي هدية. موضوع الهدية الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر أنه قال نحن لا نأكل الصدقة ونقبل الهدية، فالرسول صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان هو من هو ومن وآل بيته عليه الصلاة والسلام لا يقبلون الصدقات، لكن لما كان المجال مجال الهدايا كانوا يقبلون ماذا؟ الهدايا عليه الصلاة والسلام. سلمان الفارسي لما جاء من الأشياء اللي ذكرت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يقبل الصدقة ويقبل الهدية، فأداه الأول يوم صدقة، فالرسول وزع للصحابة هو ما أكل،
ثاني يوم سلمان جاب له قال له دي هدية، فالرسول صلى الله عليه وسلم أكل ثم وزع للصحابة. فقبول الهدية حاجة جميلة جدا وبتدي الطرف الثاني شعور عالي، بس الهدية عندنا فيها ملاحظات أساسية اللي هي الملاحظة الأولى، لا بد تكون الهدية في الوقت المناسب. نعم، أنا لو جبت لك هدية في زمن ما مناسب ممكن تكون أنت أصلا استلمتها وأنت ما حاس بها، أنا بختار الزمن المناسب لك أنت اللي بقدم لك فيه الهدية. دي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أنه نوعية الهدية تكون حاجة مناسبة، رجل في هذا السن في هذا المنصب في هذه المكانة بينفع معه الحاجة دي. نعم. امرأة تنفع معها الهدية دي، بنت صغيرة بينفع معها، ولد صغير بينفع معه، شاب كبير في السن إلى آخره. فنوعية الهدية. الحاجة الثالثة والأخيرة أنه الهدية ما ترسلها مع زول، تديها له أنت بنفسك، تسليم الهدية يدا بيد في الوقت المناسب والهدية المناسبة، وأن تكون يدا بيد كده بتطلع الهدية صلة قوية جدا للقلوب بين الناس حتى نصل إلى درجة المحبة التي دعا إليها بإذن الله. كثير خيرك دكتور أيمن، نواصل إن شاء الله في هذه الجزئية، لكن عقب هذا الاستطلاع مشاهدين الكرام نشوفه ونجيكم راجعين، خليكم معنا. حياة طيبة بتكسب الناس من خلال الكلمة الطيبة والشخصية السمحة والصفات الحلوة اللي هي فيك، بتخلي الناس أقرب لك وتخلي الناس إنها تحبك وكده، ده اللي انا شايفه يعني. انا طيب، بيعرفوه من اخلاقه صفاته تعامله مع الناس، وهو من اخلاقه وتعامله مع الناس ممكن يكسب الناس ويجذب الناس له يعني، ويجذب الناس يكونوا احباء له يعني. وفي ناس يعني يصعبوك عشان مصالحك عشان قروشك وعن حاجات زي دي يعني. الانسان بيكسب الافراد الاخرين من خلال تعامله السمح وسلوكه الطيب وتعاملته مع المجتمع بصورة أكمل يعني. الزول ما ممكن يكون منعزل بلاء وكده، الحياة دي ما بتمشي للإنسان وحده، الإنسان ما بيعيش نهاية واحدة، الإنسان ده مخلوق كائن اجتماعي يعني. انت أسأل ليلة لو دار تتعامل مع الأشخاص من خلال طبعك وتعاملك معهم وتزور وتواصل وتقدم لهم كل ما أي زول عنده مشكلة تقيف معاه، تقيف معه وتحل له مشكلته، تحل له مشكلته، تشوفه ناقص حاجة عنده حاجة تساهم معه، ولو عنده كان دعم اجتماعي دعم مادي تقدم له جميع النواحي الدعم في الحياة دي. والله ما زالت التعامل مع الإنسان دي يعني، وانت ذلك تكسب الآخرين، بتكون محبوب لناس، إذا مرضت بيجوك، إذا حصل لك أي حاجة من الحياة دي ما معروف الليلة انت الليلة وين وبكرة وين، ما معروف الحياة دي والله العظيم ما بتعيش للإنسان واحد، وسط ما بيبقى الإنسان ده. وأفضل حاجة الناس واحد يواصل أهله وأحبابه وكل الناس اللي بيك تكسبهم وتستفيد منهم يعني. أي زول دار الآخرين يحبوه لازم يكون هو مهذب في أخلاقه وفي طبعه في مشيته، إن شاء الله في مشيته دي يكون يعني مهذب، وإنت الآخرين يحترموك لازم أنت تكون يعني مال يمينك كده، الآخرين حيقدموا لك أفضل ما تملك يعني ويملكوا، فيحترموك وحيكونوا لك دراعك اليمين. والاحترام بين الاصدقاء بيجي ناتج عنك انت يعني، انت لازم تكون زول مهذب ومحترم عشان كده يحترموك، لكن انت ما ممكن تكون يعني زول ما مال يمينك وزول ماشي شمال يعني كده، ما حتحظى باصدقاء، ما حتحظى بناس كويسين يعني. المعامله بالمثل، اكيد حتحظى باصدقاء لكن ما يعني زيك كده يكونوا فاسدين. حياه طيبه اهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان في حياه طيبه، والحديث اليوم عن فن كسب الاخرين، هذه الحلقه الثانيه في هذا الموضوع بصحبتنا دكتور ايمن الشيخ جمعه سهل استشاري التخطيط الاستراتيجي الشخصي. شفنا راي الناس في اشارة، انا شفت تعليقك دكتور ايمن. طيب الاستطلاعات زي ما بنقول التقطت مجموعه من مجموعه من الوسائل لكسب القلوب. نعم. في جزء منها ذكرناه وفي جزء منها حنتكلم عنه ان شاء الله تعالى، وده بيوريك انه الناس فاهمه انه قضيه كسب القلوب يا استاذ يوسف غالبا هي قضيه متبادله. لاحظت في اكثر من شخص قال انه لما تعمل بيعملوا لك، لما تقدم بيجيك، ودي حاجه طبيعيه حقيقه. نعم. فالانسان الذي يعطي انسان ياخذ بالتاكيد. طيب دكتور أيمن، حتكلمنا عن الهدية وقلنا الأفضل أن الإنسان يسلمها يدا بيد وتكون في مناسبتها. نعم. وكذلك مسألة أن الهدية تكون قيمة. حكاية الزيارات تكاد مع يعني زمن المشاغل يا دكتور أيمن كأنما يعني وجبت شيئا ما يعني.
صحيح. نعم. موضوع الزيارة والتواصل للأسف نحن في السودان يمكن الواحد سبحان الله كثرة المناسبات التلقائية اللي هي موضوع الزواجات والعزاءات وغيرها، يعني سبحان الله أنا أحيانا أتساءل أقول لو ما كانت الأشياء دي موجودة في بعض الناس ممكن تمر سنوات ما تراهم فيها. صحيح. ودي إشكالية. طبعا نحن بيجينا ما بنلوم زول ما بيزورنا لسبب بسيط، أنه نحن ما بنزور زول، فأنت ما بتقدر تزور الآخرين، وبالتالي لأنك أنت ما بتقدر تزور الناس لو الناس ما وصلوك أنت ما بتلوم زول. دي سبب إشكالية اللي هي أنه الناس بقت ساكتة، الناس بقت ما بتلوم بعض، وبالتالي بما أنه أنا ما في زول بلومني ما في داعي أزور، بما أنه أنا ما حأحصل على لوم. لازم نضع في بالنا أنه في بدائل. قضية الزيارة والتواصل الجسدي ممكن يكون موجود، الزيارة والتواصل الجسدي محتاج للزمن. نعم. الزيارة والتواصل بالمشي أو بالذهاب والإياب محتاج مني لتفريغ وقت، محتاج مني لأنه أنا أختار حازور منه أو حأصل منه. كل هذه الأشياء للأسف الشديد الواحد لو فكر فيها تفكير عميق سيجد أنه بالكاد أنا سأجد الجمعة والسبت. نعم. بالكاد، وبعد ما ألقى الجمعة والسبت حغطي منه وأخلي منه. ففي النهاية فقط الموضوع أنه أنا أخذت الموضوع في ذهني، بعد تطبيقه كيف بيأتي حسب الاستطاعة. نحن طيب إذا وجدنا يعني مثلا مخرج لهذه الحتة أنه يا أخي الناس مشغولة، لكن برضو يا دكتور أيمن هذا ما يعني أنه نحن نتقصد هذه الزيارة من أجل أنه يا أخي الواحد يصل إلى قلوب الآخرين ويكسبهم. يعني شوف أستاذ يوسف، ما أنت عندك في النهاية عندك جهتين، عندك الوصول لقلوب الآخرين، الآخرين اللي هم منه كمية من البشر. صحيح. وعندك حاجة تانية اسمها الأرحام. أحسب لي عندك كم عمة، عندك كم عم، عندك كم خالة، عندك كم خال، أولادهم ديل أقرب الناس اللي أنت تقريبا الصلة قد تكون شبه واجب عليك لهم. نعم. ده غير لو كان الوالد والوالدة ما ساكنين معاك وأنت محتاج تصلهم، دي برضو في النهاية شنو حاجة أنت بتكون خاتيها في ذهنك وخاتيها في ذهنك بوضوح. فمعناه أنا يا ربي أنا الزيارات دي حتكون من أجل صلة الأقارب، ولا حتكون من أجل صلة ناس أنا محتاج أنه أنا أكسبهم، أنا محتاج أنه أنا أصل لهم. في النهاية الحكاية دار لها نوع من الدقة، دار لها نوع من الحسابات، دار لها نوع من، لكن نحن دار نصل لرسالة واحدة بتقول لنا شنو الزول ده الهدف من الحلقة. الزيارة والتواصل بيخليك تكسب الزول ده بغض النظر عن وصلته كصلة رحم، وصلته كصديق، وصلته أنا الآن علاقتي بك كويسة جدا جدا جدا، تمام؟ نعم. أنا يا أستاذ يوسف لو ضربت لك يوم تلفون وقلت لك يا أستاذ يوسف أنا دار أجيكم البيت، دار أزورك في البيت، وزورتك في البيت فطرت معاك، اتغديت معاك، اتعشيت معاك، هل تتوقع أنه قوة العلاقة دي اللي حصلت بعد ما زورتك في بيتكم نفس قوة العلاقة قبل ما أجيك البيت؟ مستحيل بدون شك. نعم. سواء انا شعرت ولا لا، انت شعرت ولا لا، اي من ده دخل بيتي، ده قعد معاي، جاء اكل معاي وجبه، في النهايه الزياره والتواصل ده عنده طعمه الخاص. نعم. نفس الشيء انت، نفس الشيء فلان والثاني والثالث. اذا التواصل والزياره بلا شك انها تقطع شوط كبير جدا في كسب القلوب بالتاكيد. ونحن لما نقول التواصل، التواصل ده باي شكل كان، يعني حتى لو بعيد او غيره يا دكتور ايمن، يعني الان عندنا اجهزه حديثه فيها عدد من وسائل التواصل، يعني انت لو عملت لزول مسج بس ممكن تعني له كثير. يعني اكيد. نعم. دي البدائل اللي قلناها. البدائل اللي احنا ذكرناها انه انا لو ما قدرت اصل وصول جسدي فالتواصل عن طريق الرساله موجود. بس اهم شيء لما ترسل رساله لزول يا استاذ يوسف سواء كان بالواتس ولا بطريقه ما، لازم الطرف الثاني يحس انه الرساله ماشيه له هو، ما تكون ماشي لكمية من ما الرسالة الجماعية دي على فكرة، يعني ناس السلام عليكم، صباح الخيرات، أصبحتوا طيبين، دي واضح أنك أنت مرسل لها 500 نفر. لكن لما تذكر اسم الزول في الرسالة وتطمن عليه وتسأله عن حاجة خاصة له، أوه الزول درس لي حاجة لي أنا، بيسأل مني أنا، الكلام ده له قدر عالي جدا من التواصل. نحن على فكرة لنا زملاء خارج السودان عندهم جروبات في الواتس على سبيل المثال، الواحد لما يخش 10 دقائق ربع ساعة في الأسبوع ذاته ويتونس معاهم بس بحس كأنه قاعد معاهم. يا سلام. بتحس بالجودة، فالجودة موجودة الحمد لله. وسائل التواصل الآن قطعت بنا شوطا طويلا، شوطا كبيرا في قضية التواصل، فهي بتدي الزول بدائل. لو الإنسان ما قدر بالتواصل المباشر بيقدر بالتواصل بالهاتف بلا شيء. أكيد. نعم. بلا شك. دكتور أيمن أتواصل إن شاء الله، لكن عقب الفاصل مشاهدينا الكرام تتواصل هذه الحلقة، كما نسعد بمشاركتكم إيانا في هذه الحلقة من خلال الأرقام المختلفة، خليكم معنا.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، لكم التحيه. نتواصل من خلال حياه طيبه والحديث عن فن كسب الاخرين. هناك وسائل ومهارات مختلفه يجب ان يتعلمها الانسان حتى يصل الى الاخرين بالطريقه المثلى وليس بالطريقه الاخرى التي ربما يخسر فيها الانسان الاخرين. اسعد جدا بان يكون معنا في هذه الحلقه دكتور ايمن الشيخ جمعة سهل، استشاري التخطيط الاستراتيجي الشخصي، واسعد كذلك بكم مشاهدينا الكرام للمشاركه في هذه الحلقه من خلال ارقامنا المختلفه تظهر اسفل الشاشه. مرحبا بك دكتور ايمن. نحن اولادنا في البيت مرات او في الغالب بنحتاج ان نشجعهم، لو حسينا انهم انجزوا حاجه او حتى لو شيء بسيط بنتعمد ان نشجعهم. ينفع انه هذه المهاره تنتقل لانه مهاره هي ممكن نكسب بها الاخرين؟ قضيه الثناء والمدح عموما، قضيه الثناء والمدح تعتبر من القضايا الرئيسيه في كسب قلوب الاخرين. تذكر المرة فاتت لما يتكلمنا عن حاجة مشابهة لها، اللي هي أنه ننقص نجد الإيجابيات فنقتطفها. نعم. وذكرنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأشجع عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله. كنا نجز من المدح. نفس الكلام ينطبق الآن. من أهم الوسائل التي تجعل الإنسان يكسب الآخرين هو أن يشجع الآخرين على أقل الإنجازات. نعم. ما في زول يا أستاذ يوسف ما بيعمل حاجة سمحة. الزول اللي بيعمل حاجه سمحه صغيره بسيطه امسك فيها، زي ما بيقولوا كنكش فيها، اقبضها باسنانك ويدينك، حسسه انه عمل حاجه كبيره جدا. كن صادق معه في هذا الكلام. ليه؟ لانه هذا الصدق بيجعل الانسان يشعر انه الحاجه دي ما حاجه صغيره زي ما هو متخيل، وانما هي حاجه اكبر واكبر واكبر. بالتاكيد. دكتور ايمن نستقبل اخوتنا مروه من حلفه. السلام عليكم. السلام. اهلا يا مروه، يديك العافيه، تفضلي. الله يسلمك. الله يكرمك يا رب، تفضلي. الله يسعدك للبرنامج، برنامج جميل جدا. تسلم يا مروه. يلا انا والله اللي قلت صراحه حد ما يتكلم ما بقدر يتكلم اي خير ولا بدي، معلش نحن ما سامعينك يا اخت مروه، بس ارفع صوتك لو جنبك تلفزيون ابعد منه. لا بعيده من التلفزيون جدا. يلا وضح لي صوتك شوي وتفضلي. ايوه قلت لك انا عندي زوجي دائما كده بدي كلام خيمه ولا اطباء ولا شتم الحصاح. وانا آمل إنه أكون فهمت كلامك يا مروة، عندنا إشكالية في الاتصال. على كل، عندك زوجك عندك ما قادر تتواصل معاه ولا ما بيقبل شنو هو؟ لا لا يعني هو دايما كده هو صاح وعمل خلط، يعني كده ما بدي اعتبار ولا قيمة، ما بدي اعتبار نهائي. ده بتعامله معاك يعني ما قاعد يبالي بالأشياء؟ آه يعني كده كلامه ده ما يندرج، مين بيتكلم سايق يعني. أنت حاولت توصل لي رسالة إنه يا أخي أنا يعني يجب إنك تهتم شوية؟ لا يعني انا محتاجه ما يدي كلامي يا طباعه هاي والامر مو مشكله كده، يعني كنت ندخل افاه شويه ما جاراتي وكده، وكل ما تبيع افاه وشفنا الانسان بتاع المشاكل كان الانسان من جواه ممكن يتخير، يعني برضه ما عرف يشوف الحته دي. وضح. قدر ما احاول معاه بنفس الاعتبار بس. يعني ابشر يا مروه، الاشكاليه واضحه ان شاء الله دكتور يفيدك فيها. شكرا يا مروه. شكرا، تحيه لمروه، تحيه لكل المشاهدين. إن شاء الله نفتح باب المشاركات لكل الأحباب المشاهدين أثناء هذه الحلقة. دكتور تعليق على مكالمة أختنا مروة، آمل أنه نكون فهمنا يعني ما أرادته، أنه زوجها لا يعني ما بيراعي لكلامها، ما بينتبه لها، ما بيديها اعتبار، ما بيديها قيمتها الحقيقية وتشعر بالحاجة دي. نعم. طيب أنا دار أقول كلام عام ما خاص بمروة. عندنا قاعدة أساسية في قضية الخلافات الزوجية، أو خلينا نسميها اختلاف وجهات النظر بين الزوجين، أو الحاجة القريبة منها. القاعدة البسيطة هي بين قوسين الحوار. لازم يكون في حوار، لازم يعني باختصار لازم الزوجين يقعدوا يتكلموا مع بعض. ما في حل غير كده. لا يوجد حل آخر غير أنه يقعدوا يتكلموا مع بعض. اللي بيحصل شنو؟ اللي بيحصل انه بيكون في محاولات من الزوجة او من الزوج اذا كان هو صاحب الشكوى، بيكون في محاولات للحوار، فالمحاولات تبوء بالفشل لأن الطرف الثاني ممكن يقطع الحوار أو يرفض الحوار أو الإشكالية اللي بتحصل وين؟ أنه الطرف الثاني بيستسلم خلاص، يقول لك أنا والله حاولت فيه وما في فايدة. ما في حاجة اسمها حاولت فيه، دي اسمها حياة زوجية لأنه ممتدة. أيوة حياة زوجية، يعني عايشين مع بعض طول العمر. يعني أسي تكلمت معه ما نفع يتكلم معه تاني ما نفع. التوقيت المناسب برضو لدور، التوقيت المناسب، الطريقة المناسبة، الكلام بالأسلوب المناسب، دي كلها بعد ما نعملها. لو الطرف الثاني ما استجاب للحوار بنديه حوار تاني. نعم. ما نفع نديه تالت، نديه المية، نديه في النهاية. ما هو في النهاية يعني شنو؟ انت عارف استسلمت معناه شنو؟ معناه في حاجة أنا ما راضي عنها تماما ومتعباني نفسيا في حياتي الزوجية كزوج أو كزوجة، والكلام ما جاء فيها فايدة، فقلت خلاص الحصل حصل معناه حعيش بنفسيات تعبانة،
وحعيش بنفسيه تعبانه. انا ما بتكلم عن شغلي ابو ساعتين ثلاثه، انا ما بتكلم عن حاجه مؤقته، انا بتكلم عن حياه زوجيه، بتكلم عن عمر طويل بمعنى اخر. اخت مروه او اي زول غيره بيقول الحوار، واهم شيء انه زول ما يستسلم، يعني يحاور مره ومرتين وثلاثه، والما فيه فايده الزول من الطرف الثاني ممكن يزهق من كثره الحوار، فالحوار يجيب فايده بس لانه الطرف الثاني داري ينهي الموضوع بطريقه ما. ويبقى القصد انه يا اخي نحن داري نصل نشوف رفيده يا دكتور، نجي راجعين. مرحبا يا رفيده، السلام عليكم. بارك الله فيك. الله يحييك يا رفيده، تفضلي. طيب انا برضه عندي نفس السؤال الاخت مروه. نعم. عادي قريب لي سؤال. اللي هو؟ والله يعني ما بيهتم زوجي، ما بيهتم بالمواصلة، صلة الأرحام، ولا للمعامل الجيران. حاولت يعني كم مرة أقدر أوضح له وأقول له إنه الصلة مهمة والتعامل مع الجيران حاجة كويسة، وكم مرة يعني أنا بكون في موقف صعب ما بلقى زول جنبي إلا جيراني ما حولي، وأنا جاي من حتة بعيدة وسكنوني مع الجيران، عايزة أتعامل معهم زي ما هم عايزين يتعاملوا معي، لكن هو يعني عنده بس صحن كده في راسه يقول لك لا لا ما معناه ما تمشي. السبب يقول لي ما عنده سبب، يعني مقنع كده ما عنده أسباب. قلت له كان في أي شيء مثلا أنا غلطت في حاجة حساب بينه وبينك نتحاسبه، لكن مثلا التعامل مع الجيران حاجة كويسة لأنها من غربة وعايزة أتعامل مع الجيران أصبح عليهم عندهم حاجة أتواصل معهم، يعني لو عملت شيء لا قدر الله حصل لي حاجة بيتفقدوني شوية، جاء علي شنو بيجي وبيسلم علي، لكن لما أنت تمنع التواصل بيني وبينهم يعني كذي ما عارفة ذاتي أنا أعمل شنو، وعايزة ذاتي يعني يوصفوا لي ولا يوريني الطريقة اللي أنا أقدر أتعامل معه وأوصل لي المعلومة، أحيانا ذاتي بيغلبني إنه أوصل المعلومة الكافية، الطريقة اللي أوصل لها المعلومة عشان ما يفهم الزاهية. شكرا، ابشر يا بارك رفيدة. الله فيك، شكرا جزيلا، كتر خيرك. تحيه لرفيده، ويبدو انه هي الحكايه متقاربه. صحيح. انا قبل حبيت اعلق يا دكتور ايمن، يعني حتى نحن حرصا على الحوار بطرق مختلفه في اوقات مختلفه، في وقت انه الزوج يكون فيه مروض، اوريه انه انا حريص انه يا اخي انا داير اصل معك لنقطه بتاع التلاقي، مش انا داير احاورك عشان احل مشكلتي انا وبس. ايوه ممتاز. هذا نوجه برضه الرساله لاختنا رفيده، حكايه الجيران هلا بقولوا جارك القريب ولا ضمك البعيد، لانه ذا اللي جنبك اللي بيعرفك. اكيد يعني. اكيد. نحن ما نزال نؤكد انه قضيه الحوار هي قضيه اساسيه في حل حتى الموضوع الثاني. نعم. الموضوع الثاني بيتكلم عن قضيه خاصه وهي قضيه التواصل مع الجيران. نعم. اول حاجه لازم تعرفي ان اذا كان مسموح لك بانك تستقبلي، دي برضه كويسه. مع مرات الزول قد ما يسمح له انه يصل الناس، لكن ما في مانع عنه الجيران لو جوك في البيت هو ما عنده اشكاليه، فلو مسكتي في دي اقل شيء دي بدايه كويسه، انه هو ما عنده مانع انه الناس يصلوك، انه جاراتك يزوروك، انه يتواصلوا معك في بيتك، ما عنده فيها اشكاليه. طيب اشكاليه انه الزول يطلع من البيت ويتواصل عنده فيها مشكله، ما في حاجه من غير سبب، هو حتى لو قال لك من غير سبب اكيد عنده سبب معين، قد يكون بخاف عليك من نوعية الجيران، قد يكون فاهمه بطريقة خاطئة، قد يكون هو من النوع الفكر دي عنده فكرة متأصلة. فأحيانا المناسبات الكبيرة اللي بتجي، الزواجات، العزاءات، اللي هو شخصيا بيكون مجبر أنه يمشي ويتعرف على الناس القريبين منه، قد تديه دافع أنه هو الأمور تمشي لقدام أو أنه الموضوع ده يتحسن. أنا ما أزال مصر أنه النقاط اللي أنت ذكرتها داخل الحوار هي اللي بتخلي الحوار يمشي صح أو يمشي غلط، لكن في النهاية العنوان الرئيسي اسمه الحوار بالتأكيد. طيب دكتور أيمن، نحن نمشي لنقطة أهمة، وقلنا نحن الحوار من الأهمية بالمكان. نحن الآن في وسائل التواصل، مرات الإنسان بيكون متصل على الواتس أو بيكون أونلاين في فيسبوك أو غيره، مسألة الاستئذان، يعني أنت مرات بتكون متواصل مع شخص أو حتى بيتكلم معك وبدون ما تقبه له وكذا بتقوم مثلا بتغادر أو بتخليه. دي من النقاط اللي بتتكلم عن الاهتمام. نحن ذكرنا سابقا أنه من الأشياء التي تجعل الشخص قريب منك إشعاره بالاهتمام، العكس تماما من الأشياء التي تجعل الشخص بعيد منك عدم الاهتمام. من عدم الاهتمام أنه أنا كنت بتونس معك وفجأة تقوم ترد على تلفون، أو فجأة من غير ما تقول لي لو سمحت بس دقيقة أنا عندي اتصال. نعم. كلمة لو سمحت دقيقة عندي اتصال دي كلمة جميلة جدا، أنا بقدر أصبر عشان أنت تستقبل اتصالك عشان أنا أقدر أرجع وأواصل معك الكلام. أما الانقطاع المباشر معناها الكلام أصلا ما كان همك للأسف الشديد. نحن عندنا اتصال دكتور، هنزل تفضل. طيب مرحبا، السلام عليكم. اهلا يا ضبيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا اليوم اريد عبركم
أن أحيي والدي الفعلي الذي هو مثال للبشاشة والكرم والطيب والمحبة من جميع الناس. أنا هيك بقول إنه الحلقة اختصار والدي الفعلي. وكما ذكرت في قصيدتي أنا ضبية التي ذكرت فيها القليل من خصال فأنت برن تنهلو ننهلو منه، وإذا انقضت أقلام الدنيا وحيدت لك الأحبار لن أستطيع أن أوفيك شيئا. فأنت كما قلت بقصيدتي في القصيدة اللي أنا كتبتها لوالدي أحب العلوم ليك القرآن تستاهل تكون للرجال العنوان، فأنت حقا عنوان للخير. تحية مني أنا ابنتك ظبية في القلب ينبض بحبك أيها الجعل. شكرا ظبية، كتر خيرك. تعليق على هذه المكالمة دكتور أيمن. شوف ثناء الإنسان على والديه غالبا عند الناس ما بيستسيغوها كثير، انه الزول يعني لانه بيحسوا انه امك وابوك دول ما عايشين معك في البيت يعني فانت ممكن تثني على زول غريب، زول اثر في شخصيتك زول. لكن مع ذلك الثناء على الناس القريبين مرات احنا بنهملهم في حاجات بسيطه جدا. انت عارف يا استاذ يوسف لما وانت راجع البيت تشتري لك سندويتش، لو الوالده في البيت اخذت لك سندويتش بسيط كده وجبت لها هديه، الهديه دي عندها طعم خاص، كلمة جميلة عندها طعم خاص. الوالد الوالدة الناس القريبين مرات في ناس بيكونوا قريبين مننا لدرجة انه نحن بنحس انه يا اخي ديل ما هم ونحن واحد، يعني ما في داعي لشكر وما في داعي لثناء وما في داعي لأيوة. بالعكس نحن نقول حتى الناس القريبين ديل هم بيحتاجوا يسمعوا مننا الكلمة الحلوة زي الثناء الجميل ده، بيحتاجوا يسمعوا مننا ياخذوا مننا الهدية البسيطة الصغيرة. فدي كلها بلا شك انه لها اثر كبير جدا. ليست التواصل فن كسب القلوب ليس للناس البعيدين وبس، في ناس قريبين جدا منك، في أولادك في البيت، في زوجتك، في أمك، في أبوك، دي الناس أقرب الناس لك. ليه خاتي في بالك أنه فن كسب القلوب يعني في المجتمع؟ ليه ما تفكر في الناس القريبين منك جدا لهم أولى الناس بأنك أنت تكسب قلوبهم بالفعل. دكتور أيمن أحب نصل في هذه الجزئية إلى مرحلة أعمق. يعني أنا ممكن أكون على اتصال مثلا مع دكتور أيمن وفي بيناتنا علاقة جيدة، بس لو أصل لمرحلة ممتازة أو أعلى من ممتازة يبدو لي هذا مطلوب يعني أكثر. أكيد أكيد. أنا أشعر لو نحن دارينا نجعل العلاقة متدرجة أي شخص يقبل بالعلاقة العادية. نعم. والعلاقة العادية هي علاقة زملاء مع بعض وعلاقة ناس بيسلموا على بعض وعلاقة الحرص على التعمق اللي ذكرته أنت، الحرص ده مهم جدا. لكن في حاجة لازم ننتبه لها، الكلام ده ما لازم أعمله مع كل الناس. أنا لا أطيق أن تكون علاقتي ممتازة مع كل الناس بصورة عميقة، لأنه علاقة عميقة فيها واجبات أكتر وفيها مسؤوليات أكتر، وإنت لو دار تدي كل زول حقه وكل زول واجباته وكل زول مسؤولياته ما بتنتهي، صح ولا لا؟ فلا بد أنه أنا أنتقي حتى الناس الدار أصل معهم للمراحل اللي ذكرتها، لأنه ما علاقة عادية وإنما علاقة أقوى وأقوى وأقوى. لازم أنا أعرف الناس اللي يكونوا منه، ما أي زول. وحتى لو قلنا أي زول في النهاية أنت حتكون أشغلت نفسك بطريقة أنت لا تستطيع أن تعرفها. في النهاية إن لربك عليك حقا ولنفسك عليه حقا ولجسدك عليك يعني، فأعطي كل ذي حق حقه. بالتأكيد أنا ربما أشرت من كلام يعني مسألة العلاقة مع الوالدين، يعني هي صح أمك وده أبوك، لكن أنا أسعى لأنه أصل لأكبر قدر من هذه العلاقة. ممتاز. أنا فهمت الآن. نعم. الدرجة اللي ذكرتها أنت. نعم. أنت الآن تكلمت عن عفوا عن خصوص الخصوص. الوالدين ده العلاقة معهم لا عادية ولا علاقة خاصة، بل مفترض تكون في خصوص الخصوص في العلاقة. بمعنى آخر أنه أنت مفترض تبحث كابن أو كابنة عن وسائل إبداعية جديدة في التقرب من الوالدين. المشكلة شنو؟ أنا ليه بس أفكر في الوسائل اللي بتقربني من الناس من عموم الناس؟ أنا من أخص الناس عندي أبي وأمي، صح ولا لا؟ صحيح. فالمانع شنو؟ أنه أنا أفتش عن طرق جديدة، عن طرق بتسعدهم. يا أخي أحيانا شوفتهم ليك بس تعتبر هي من أبر البر. طبعا. أحيانا وجودك قدامهم يعتبر من أبر البر، أحيانا ابتسامتك ليهم سؤالك عن حالهم يعتبر من أبر البر. إذا أنا والدي والدتي يعتبروا أقرب الناس لي من ناحية الخصوصية، فلا مانع أنه أنا كل الوسائل دي أجربها، كل الوسائل دي أخش فيها، كل الأشياء اللي بتخليهم أقرب وأقرب لي. مع أنه حب الإبن لأبوه وأمه أكيد لن يكون مثل حب الأب والأم لابنه أو لبنته، لأنه ذاك حب فطري والآخر ده حب الإنسان يتعلمه تعلما. نعم دكتور أيمن، في بعض الناس يصلوا إلى يعني أماكن متقدمة مثلا في العلم أو في المعرفة أو حتى في الشهرة أو في غير من هذه الأشياء،
وفي بعض الأحيان يغيب جانب التواضع بقصد أو بدون قصد لكثرة المشغوليات أو غيره. يعني مسألة التواضع هذه الناس بتفاوتوا فيها من يعني من شخص إلى آخر. نحن عموما الحمد لله من الأشياء المعروفة أنه ناس متواضعين عموم الناس. أيوة كسودانيين عموم الناس التواضع فيهم حاجة موجودة وحاجة جيدة وحاجة كثيرة الحمد لله. لكن لازم ننتبه للنقطة أنت ذكرتها في النص كده وهي خطيرة، اللي هي قضية أنه زول ممكن يسوي الحاجة وهو ما منتبه. ممكن زول يكون عنده منصب كبير أو زول معروف أو فيسوي له حركة، يقول كلمة، يشير إشارة، هو مسكين ما جايب خبر لحاجة وما منتبه لحاجة، ثم بعد ذلك يكتشف أنه الطرف الآخر فهم أنه الحركة دي أنا مقصود بها أنه أنا أقل منك لأنه أنا شغال كده أو لأنه أنا عامل في المؤسسة من أقل العمال في المؤسسة. يا أخي زول دعي له والله مر بي والله سلام الله ما سلموا علي. ليه؟ لأنه هو مدير المؤسسة هو نازل بالسلم وأنا طالع ما قال لي سلام عليكم. ليه يعني؟ عشان أنا زول شغال في حاجة عادية، مع أنه المسكين التاني ده صاحب المكان ده ممكن يكون مشغول ممكن يكون سرحان. غير حكاية أنه نحن نلتمس الأعذار دي بنقول للزول ده أنه تلتمس العذر للزول الفوق ده، لكن لا نحن نتكلم مع الزول الفوق ولا اعمل حسابك، انت الناس بعينوا ليك، انت الناس كل حركه منك محسوبه، سلمت وما سلمت محسوبه، عينت كيف محسوبه، اتكلمت كيف محسوبه. في النهايه لابد ان تظهر التواضع، لكن هذا التواضع اذا كان متكلف فسوف تكون ابتسامه صفراء ما لها اي طعم. لازم لما تبتسم الناس تحس انه انت مبتسم ابتسامه حقيقيه، ما حقت مجامله، ما حقت علاقات عامه. انت لما تسلم سلام حقيقي لانه زول ده بتود، تشعر بالموده، تشعر الطرف الاخر بانك انت مديه مكانه خاصه. بلا شك دي الحاجه الدارينا نحن في قضيه التواضع. نعم دكتور أيمن يطرح السؤال في هذه الحلقة، هل المناصب والمال يطرد ويقرب أصدقاء جدد؟ إن شاء الله هنجيب عليه بعد الفاصل. جميل دكتور أيمن. إذن مشاهدين الكرام نواصل إن شاء الله عقب الفاصل، وكذلك نسعد بمشاركتكم إيانا في هذه الحلقة من خلال أرقام الهواتف التي تظهر أسفل الشاشة، ما تمشوا بعيد. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، لكم التحية والحديث اليوم عن فن كسب الآخرين، هذه الحلقة الثانية بصحبة الدكتور أيمن الشيخ جمعة السهل. حبابكم عشر نسعد بمشاركتكم إيانا من خلال أرقام الهواتف وكذلك رقم الواتس وكذلك صفحتنا على فيسبوك برنامج حياة طيبة. مرحبا بك دكتور أيمن. مرحبا بك أستاذ يوسف. نعم الله يحييك. نحن تكلمنا عن مسألة التواضع قبل الفاصل وتحدثنا عن مسألة أنه المال أو السلطة هل هي تجلب أصدقاء جدد وتطرد آخرين؟ أكيد. نعم. الواقع ده الواقع أن المال والمنصب باختصار شديد المستجدات في حياتنا تأتي إلينا بأصدقاء جدد وتذهب عنا أصدقاء سابقين. ليس القصد أنها تطرد، في فرق بين الطرد وبين شنو؟ بين الإثيان. بمعنى آخر أنه أحيانا المكان يتغير أستاذ يوسف بسبب المال، قد يتغير مكان السكن، قد يتغير مكان بسبب العمل، قد يتغير أشياء كثيرة. فدي أشياء تلقائية قد تأتي بأشياء آخرين بأناس آخرين، وقد تذهب بأناس سابقين كانت العلاقة معهم علاقة هامشية. إحنا مشكلتنا ما مع ديل، مشكلتنا مع إذا كانت علاقات وطيدة ثم بسبب المال أو بسبب الشهرة أو بسبب ذهبت، دي معناها في مشكلة. ايوه معناها في مشكله. ليه يعني؟ الغيرك شنو؟ الحصل شنو؟ في شنو خلى اقرب الناس لك بقى زول بعيد منك؟ دي من الاشكاليات الكبيره جدا لازم الزول يضعها في ذهنه، والا يتغير بسبب مال او بسبب منصب. نحن نقبل انك تكون بقيت مشغول. زمان كنت بترد أسيالة بترد مقبولة، زمنك يتغير، مشغولياتك تغيرت، دي كلها مقبولة. لكن لما ترد بنفس الطيبة وترد بنفس النفس الحلو، ولما تتواصل بيك انت ذاتك، ما تحسسني انك انت بقيت زول تاني، ما تحسسني انك انت صاحبي بقيت، ما بترد كتير لانك بقيت مشغول. لكن لما جاك الزمن ورديت رجعت لي صاحبي ذاته اللي بعرفه انا بنفس الطريقة بنفس الكلام، ما حسيت منك انك انت بتحاول تقول لي يا اخي خلاص انتهينا ما انا مشغول انا. لا، التغيير ده هو اللي بيشعر الاخر انه فلان يتغير عشان بقى، فلان يتغير عشان بقى، ودي اشكالية بلا شك. طيب معنا متصل دكتور ايمن ان شاء الله ناخذه ونجي راجعين. مرحبا يا ام محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا ام محمد. الله يحييك يديك العافية. يحييك حيد. مرحبا بك. الله يحييك، سعيدين بك يا ام محمد. تفضل. عندي تجربة بتكلم نهائي. نعم. كنت تجربة بتكلم نهائي كثير، انا مش متاثر منه. والله ما سامعين، عندي اشكاليه في التليفون يا ام ايمن. ام محمد عيدي. أيوة. تاني عيدي السؤال مره ثانيه. زوجي ما بيتكلم كثير نهائي. زوجك ما بيتكلم كثير نهائي، كلامه خالص. والله
يعني كلامه محدد لكن ما عنده اشكاليه ثانيه، بس عدم الكلام يعني ما بيتونس يجي من الشغل يعني في اي خروج بتكلم اكثر منه في البيت. المراه اصلا تطمنك بطبيعتها بتتكلم اكثر من الرجل. طيب ابشري ابشري ان شاء الله دي سهله ان شاء الله نديك العلاج. انا ليش ما حكيت لا لا ابشري ان شاء الله ديك النصيحه. شكرا يا محمد كثر خيرك على اتصالك ومشاركتك والله جميل يا دكتور ايمن حينما يبادر الانسان ويسال لكي يجد حل لهذه المشكله. اكيد اكيد يبدو سهله اشكاليه محمد. صحيح دي لها علاقه بانماط الناس يا استاذ يوسف وتربيتهم وكذا. ايوه تربيتهم وانماطهم يعني هي وفيها جزء كبير منها وراثي اللي هي في بعض الناس كثره الكلام طبيعه فيه ما شاء الله ما بيسكت وفي بعض الناس يا الله تطلع له كلمه كلمتين ثلاثه ده ما معناه ذو الكعب يعني ما معنى لا دي طبيعه دي طبيعه دي طبيعة زوجك يا ام محمد دي طبيعته كده انه كلامه بسيط وانت طبيعتك كده انه الحمد لله بتتكلمي بصوره واسعه تمام ما اخذ راحتك في الكلام فده كويس انهم مكملين لبعض لقيتوا الاثنين ساكتين لقيتوا الاثنين بيتكلموا دي حاجه كويسه نعم. المطلوب شنو انه انت ما تعصري عليه عشان يتكلم يا جماعه الزول الصمود والهادئ لما يحس انه الطرف الثاني بيعصر عليه الا يتكلم الا يتكلم لا انت اقبليه زي ما هو يلا لما تجي تتونسي معاه اتونسي معاه او افتح معاه موضوعات ما يكون اجاباته بايوه ولا لانه حيقول لك لا او يقول لك ايوه لا اسالي سؤال او يتكلمي بطريقه بتاع زول ده يشرح بتاع زول ياخذ راحته عشان شنو هو حبه حبتين ثلاثه يلقى نفسه حبه حبه مشى معاك في الحديث مشى معاك في الونسه ومشى لقدام لكن ما حيتغير ما حيتغير بمعنى شنو ما حيكون زول كلامه كثير سيبقى كلامه بسيط نعم ودي حاجه كويسه انا شايفها ما فيها اشكاليه كبيره خلينا نضرب مثال ان شاء الله انه كيف الزول يقدر يطلع سؤال بدون الاجابه تكون بنعم او لا طيب ناخذ عبد الله ونجي راجعين مرحبا يا عبد الله السلام عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته الله يحييك يا عبد الله تفضل كيف حالك الله يسلمك تفضل يعني نتكلم والله يعني اقول لك انا احتواري عندي مشكله يعني وراء الخمس سنه مع المرض لحد الان مختلفين وبحاول معاه يعني حاولت معاه جميع الطرق ما لقيت طريق عشان اصل له لحد الان يعني كثير يعني كلام ولا رجع راجع او جنان اولاد زي ما يقولوا عندكم اولاد هاي دار بني حاجه كده نصيحه اشوف الحظ انتوا وصلتوا لدرجه انكم انفصلتوا في طلاق ولا لا؟ لا لا ما في حاجه بس قاعده مع الاول يعني ما ليها كم سنه؟ لا طيب نحن بنديك اشارات عامه لكن انا بخلي الاخوه ان شاء الله يخلوا لك تلفون اخونا دكتور ايمن وبتحتاج بعض التدخل ان شاء الله ان شاء الله باذن الله طالما انه الناس في علاقه بتصل لحل ان شاء الله وفي اولاد الناس ترعى لهم شكرا يا عبد الله طيب سحر السلام عليكم مرحبا يا سحر ارفع صوتك شويه عليكم السلام الله يحييك يا سحر يديك العافيه الله يعطيك العافية طبعا أنا من متابعين برامج. يديك العافية سعيدين بك والله. اتفضل. الشيخ أيمن. الله يكرمك يديك العافية بارك الله فيك. اتفضل يا سحر. على الموضوع فنسب بالآخرين. طبعا أنا دائما سبحان الله القرآن الكريم فنسب بالآيات. في آية بتدل تقول على نياتهم يرزقون. على نياتهم يرزقون من تفسير هذه الآية إنه يشوف لو أنت تكون صافي وتحب الناس بدون مرض زين الناس تحبهم ولا يحبونك عشان حاجة ولا إنهم يحبوك عشان حاجة أنت ربنا يرزقك من كل شيء الناس وتكون سحر بس نحن شوية صوتك مشوش كتر خيرك على كل على هذه المشاركة أتمنى أن نكون وصلت الفكرة شكرا يا سحر كتر خيرك على متابعتك لهذا البرنامج تعليق نحن حنكمل في 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 مكالمة أختنا أم عبد الله اللي اتصلت علينا أو أم محمد من لها التحية من الخرطوم أم محمد حقيقة بس احنا بنقول لها أنه ما تقلق موضوع بسيط يعني وما تحاولي تغيريه يعني زوجي تعيش معاه وهو بالطريقة دي بس حاولي تعرف المداخل أي رجل عنده حاجات بيحبها بيحب يتونس في الكورة أكيد أسأل سؤال خليه يديك كورسة في الكورة المشكلة شنو بيحب يتونس عن أصحابه كده دي سؤال فيه بيحب يتونس عن شوفي هو بيحب يتونس عن السياسة أدي سؤال يعني قصدي في أحيانا في مداخل الزول بيديه سؤال كده بيرمي له ورمي وبياخد راحته أنت كان قلت حتدينا طريقة طيب نديك نموذج طيب يا دكتور أيمن لو سألتك ما لون هذا القلم أزرق أزرق دكتور أيمن برأيك في هذا القلم رأيك فيه شنو ايه دي موانسة طويلة القلم ده كده وكده 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 حديك تفاصيل هكذا يكون السؤال يعني احنا ما ندي الزول خيار انه يا اخي ما اقول له سمح ولا شين الله يفتح عليك ممتاز بالتأكيد طيب اخوتنا او اخونا عبد الله له التحية يقول هو
وزوجته، العلاقة بيناتهم مقطوعة وعندهم أولاد، يعني هذا الذي يعني ممكن يكون مربط الفرس، قدر ما حاول يبدو أنه في حياة صدق. أنا متأكد أنه في إشكالية، لكن ما أنا عندي له نصيحة بسيطة ممكن تكون الكلام خاص له هو. في حالات زي دي بتحتاج لحاجة اسمها مستشار أسري. المستشار الأسري ده زول بيمشي هو يقعد معاه ويحكي له، ولو زوجته وافقت بتجي زوجته برضه يقعدوا هما الاثنين مع بعض قدام هذا الشخص او هذه المراه اللي هي المستشاره الاسريه، يسمع منهم الاثنين. ايوه، بيسمعوا من الطرفين وبيبدوا يتناقشوا ويشوفوا الصح منه والغلط منه، يعني نصل في النهايه لوجهه نظر متقاربه او لحل نهائي، او لانه الموضوع مثلا فيه حاجه ما بتتحلى. فبنقول لك الموضوع ده لا بينفع فيه اتصالات تلفونات، لا بينفع فيه استشارات على الطاير، داير له قعدات. لو الاخوه في الكنترول ادوا التلفون، انا ان شاء الله تعالى ممكن ادله على شخصيه او اثنين يكونوا مناسبين انه يقدر يتواصل معاهم، هم من المستشارين الاسريين اذا كان هو موجود في الخرطوم هنا قريب، يقدر يتواصل معاهم هو وزوجته، او على الاقل هو في البدايه براه يقعد معاهم يشوفوا الحاصل شنو، وباذن الله تعالى حيفيدوا. موضوع الاستشارات الاسريه ده على فكره ما كلام بتاع ونسات، صحيح. ده كلام بتاع ناس متخصصين، صح. في ناس متخصصين في علم النفس في جوانب معينه بيقدروا يفهموا شخصيه الرجل ده وشخصيه المراه دي، وانسب الطرق اللي بتجمع بينهم مع بعض ان شاء الله تعالى. نعم بالتاكيد. دكتور ايمن، في بعض الأحيان نصل إلى علاقات مع أشخاص، لكن حينما نتجاوز الخطوط الحمراء ونتدخل في الخصوصيات سرعان ما تنهار هذه العلاقة. أكيد. نعم. أكيد في خطوط حمراء زي ما أنت ذكرتها. نعم. متى ما تجاوزتها بتكون وقعت في الخلل. في بعض الناس ممكن يكون صاحبك وصاحبك وصاحبك، أول ما قلت له نزورك في البيت أولادي تعرفوا على أولادك، لا حكاية فيها أولاد تجوا بيتنا أسرتي، لا لا لا، دي بالنسبة له خط شنو؟ أحمر. خط أحمر. أنا شوف حكاية فيها أسر وما أسر ما دايره، أنا وإنت بس، إنت براك أفهمها فهمت عند الموضوع بالنسبة له خط أحمر أرجع طوالي. في زول تاني ممكن تتكلم معه أول ما تخش معه في موضوع بتلقاه يتغير وبحسس أنه نطمن إذن في بعض الناس عندهم أشياء معينة عبارة عن خطوط حمراء لا يقبلون لمسها، متى ما لمستها بيقول لك مع السلامة، بيقول لك مباشرة أو بيقول لك بالإيحاء، يعني في النهاية بيكون فقدته. فعشان كده من أهم الأشياء اللي بتخلي العلاقات بين الناس تستمر، خلي علاقتك قوية مهما كانت قوتها، لكن ما تحاول تخش في حاجة خاصة بهذا الشخص، لأن دخولك في هذه الخصوصيات سوف يشعر الطرف الآخر بعدم الأمان. أنه بيقى في زول بيخش في حاجة ما مفترض يخش فيها، بيقى في زول بيخش في حاجة مفترض يكون بعيد منها، وبالتالي أنا بحس بنوع من الرهبة، وبالتالي الأحسن لي الموضوع يتقطع. عشان كده من الضروري جدا ان احنا ما نهبش هذه الخطوط الحمراء. طبعا المطلوب اول شيء انه نعرفها هي شنو. نعم. بالنسبه لكل شخص تختلف من شخص لاخر، لكن في اشياء متفق عليها، في اشياء الناس كلها ما بتقبل انه تخش فيها، فبالتالي دي مفترض تكون واضحه عند الناس. دكتور، احنا بنتحاور في بعض الاحيان، بنتحاور كثير من الناس في ونستهم في جلساتهم في غيره، يغيب على البعض يعني اداب الحوار، يعني يقاطعك ياخذ منك انه افهم منك شيء من هذا القبيل. المقاطعة الكثيرة معناها انت كلامك مع كلامي ما عجبك، دي اشارة، اشارة واضحة. مهما قلت لي انه انا فاهم، اذا انت فاهم معناها انا قاعد افهمك في حاجة انت فاهمها، معناها انا كلامي ما منه فايدة. يعني في النهاية باختصار شديد جدا، من اسوأ الاشياء التي تفسد العلاقات وتجعل بعض الناس ينفر من بعض الناس انه يكون الطرف الثاني من النوع اللي بيخش طوالي، بيخش طوالي، بيقطع 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 الكلام مباشرة مباشرة. في ناس تخصص مقاطعات الاحاديث. في عندنا في التنمية الذاتية بيسموهم الناس البصريين. البصري ده بيقول لك الزول اللي بتلفت الصورة، وبالتالي بيكون الأفكار الفراس وماشي سريع، فبالتالي هو محتاج أنه بالكلام يحصل الأفكار دي، فهو بيحس أنه فاهم أي حاجة، فبيحس أنه الطرف الثاني لما يكلمه يا أخي كلامك أنا ما فاهمه، فبيقوم بيخش بيحاول يقاطع الطرف الثاني. أنا بالنسبة لي دي حسن نية، ما عندي مشكلة، لكن الطرف الثاني ما شرط أنه يفهمه كده يا أستاذ يوسف. الطرف الثاني في النهاية عنده رسالة، أنه أنا خليني أتكلم، خليني أواصل كلامي. المقاطعة أثناء الحديث للأسف الشديد من الأشياء التي تنفر منك الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم يعني بأحوال أصحابه، وهذه المسألة مشت لأبعد من 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 إنه يا أخي حتى الناس الكبار بل الأطفال. ونحن حنختم بهذه الجزئية، يعني كونك تسأل الزول عن اهتماماته، يا أبا عمير ماذا فعل النغير؟ صحيح. خلاصة القول في هذه الحلقة، ونحن على مشارف الختام. نحن دي ممكن نخليها في الحلقة الجاية. جدا طيب. ناخذ خلاصة القول إن شاء الله. نحن حقيقة نحن تكلمنا تقريبا لحد أسي عن قريب 8 أو 9 في هذه الحلقة. أنا أقول أنه فن التواصل مع الآخرين يا أستاذ يوسف، كل الأشياء ذكرناها، الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات حيلاحظوا ملاحظة غريبة جدا، أنها كلها أشياء تك تك تك، حاجات صغيرة. ما تقاطعوا، ما لما تيجي لما نشجعوا الكلمات البسيطة دي.
التقنيات دي رغم بساطتها ورغم صغرها دي اللي بتكون لي علاقة مع الناس. فنحن ما نستهين بعلاقتنا مع الآخرين في التصرفات البسيطة، لأن دقائق الأمور وهذه التصرفات البسيطة في النهاية هي التي تشكل العلاقة الكاملة. العلاقة الكاملة تشكلت من وين؟ تشكلت من كلمتك ومن نظرتك ومن حركتك ومن قومتك ومن قاعدتك، في النهاية بقت علاقة. إما أنه أنا بقيت قريب منك وكسبتك، أو للأسف أخطأت في أشياء معينة جعلتني بعيد منك أو جعلتك بعيد مني. دي خلاصة لحلقة اليوم. شكرا جزيلا دكتور أيمن الشيخ جمعة السهل، أستاذ الثقافة الإسلامية، خلاص من كتر خيرك. جزاك الله خير، ربنا يكرمك. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. سنواصل إن شاء الله في هذا الموضوع فن كسب الآخرين في الحلقة القادمة مد الله في الأجال. سنلتقي إن شاء الله بمشيئة الله سبحانه وتعالى في يوم الغد، مواصلة لأبرز الإفرازات للعلاقات العاطفية بين الشباب وكذلك الآثار المترتبة على هذه العلاقة الغير مشروعة. إلى ذلك الحين تحياتي والفريق العامل، في أمان الله.